وللتعليق على الحادثة وحادثة الاعتداء على الطواقم الطبية وتهديدهم في مستشفى الفلوجة اليوم من قبل حماية قائم مقام المحافظة من الوجهة الحقوقية، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني. أهلا ومرحبا بك دكتور. حياك الله أخيك. حياك الله. بعد أن أكد شهود عيان حادثة الاعتداء على الطواقم الطبية في مستشفى الفلوجة من قبل حماية قائم مقام الفلوجة، كيف يوصف هذا الاعتداء حقوقيا؟ تحية لك أخي وللمشاهدين الكرام. حياك الله. الوصف الحقوقي لهذا الاعتداء هو حلقة من حلقات متكررة في الاعتداءات الناتجة عن استهتار الذي يحمل السلاح والذي من المفترض أن يكون من أدوات إنفاذ القانون، هو الذي يخرق القانون ويتنكر له ويجعل نفسه فوق القانون في بلد مع الأسف الشديد غاب فيه القانون أو غيب فيه القانون بشكل منهجي، وسادت فيه قوة الميليشيات والعصابات وال 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 ويعني حالة التعالي والتعامل الفوقي من قبل القوات الأمنية تجاه الكوادر الفاعلة حقيقة في المجتمع. بالدرجة الأولى اليوم نحن في ظل جائحة ووباء منتشر في البلاد، فبدلا من أن يقوم المسؤولون بتكريم هذا الكادر الذي يقدم الغالي والنفيس في سبيل خدمة المجتمع ودفع البلاء عنه، يقومون بالاعتداء عليه وإهانته والنيل منه حقيقة. والفلوجة لها يعني لها صورة خاصة في ذهنية حكومات الاحتلال المتعاقبة. نعم دكتور، يعني هناك معلومات تفيد أن قائد شرطة الأنبار هادر زيج كسار هدد الطواقم الطبية في حال قدموا شكوى بخصوص الواقعة، يعني هل من صلاحياته أن يمنع المجني عليه من الشكوى أو رفض قبول شكواهم؟ أخي الكريم، هذا الأمر لا يفاجئنا لأنه لدينا كثير من الإفادات والشهادات لذوي متضررين في السابق واليوم، يعني تفيد بأن السلطات الحكومية بقوة السلاح تهدد المتضرر أو ذوي المتضرر، تهدده في حال لجأ إلى الإعلام وفي حال لجأ إلى القانون، تهدده وتحاول أن تحول بينه وبين استرداد حقه الذي سلب. وهذا حقيقة هو ديدن حكومات الميليشيات وحكومات الاحتلال المتعاقبة في العراق. يعني حقيقة لم يفاجئنا هذا الأمر، وهذا هو الوارد النسق الحالي في ظل هذه الحكومات التي لا تعترف بقانون ولا لديها أي ضابط. بالنتيجة هذا هو الواقع. طيب، شهود عيان يؤكدون أن الجنات قاموا بسحب التسجيلات من كاميرات المستشفى، هذا ما يؤشر محاولة طمس الأدلة، ألا تعد هذه جريمة في القوانين المتبعة؟ هذه مشكلة بعد الاتصال ببعض الجهات في الفلوجة. تبين أنه حتى إدارة المستشفى لها دخل بهذا الموضوع. والأمر الجوهري هو أنه مع الأسف الشديد إذعان الإدارة لهذا الأمر هو خيانة للمهنة وعدم اكتراث بمصير الذين تم الاعتداء عليهم ومصادرة حقوقهم ومصادرة قرارهم في المضي في الدعوة، وعلى الأقل يعني الاعتذار ورد الاعتبار لهذه الفئة المهمة لا سيما في الوضع الراهن. طيب، ماذا يعني برأيك أن يتدخل رئيس البرلمان الحالي محمد حلبوسي ويهدد الطواقم الطبية إذا ما صعدوا إعلاميا؟ أليس من مهامه الحفاظ على تطبيق القانون؟ وأين رئيس الجمهورية التي مهمته الأولى
هي الحفاظ على الدستور الذي صدعوا رؤوسنا به؟ أخي الكريم، هنا الكارثة الحقيقية. اليوم الجهة التشريعية والجهة التنفيذية معنية بتقنين الانتهاكات في العراق، ومصادرة حقوق الناس والانتهاكات الجارية أكبر دليل على ما أقول، وهي حقيقة واسعة جدا لا يمكن حصرها في في مكالمة أو كذا. ولكن لدينا منذ 2003 وحتى اليوم حكومات تقنن الجريمة، تقنن الخروج على القانون، تقنن حالة الانتهاكات المتواصلة. هناك إفلات من العقاب مطلق في العراق، فهذا طبعا يؤدي إلى المزيد من الانتهاكات كما ونوعا. لا يأبه المرتكب لهذه الانتهاكات، لا يأبه لأي شيء، لأنه أمن العقاب. فأصبحت المسألة بهذا الشكل مع الأسف الشديد. مسؤول قسم حقوق الإنسان في هيئة علماء المسلمين الدكتور أيمن العاني، كنت معنا عبر الهاتف، شكرا جزيلا لك.